تتفاقم الأزمة الليبية وتبرز تعقيداتها مع تقاطع المصالح الإقليمية والدولية فيها، ما يفرض على الأطراف المتصارعة اللجوء إلى الحوار طريقا وحيدا لحل هذه الأزمة. المزيد عن المشهد السياسي الليبي، وإلى أي حد لعب خطر المتطرفين دورا في تقريب وجهات النظر، مع الزميل أسامة الحمد. كان المشهد الليبي لم يكن ينقصه سوى ظهور داعش، ذاك التنظيم المطارد دوليا في سوريا والعراق، أطل بحرابه وبقوة على الخارطة الليبية. لا يختصر المشهد هناك في قتال بين طرفين، فهناك حروب وجبهات متعددة وتداخلات أقليمية ومساع دولية، هذه الأحمال ستنثر كلها على طاولة للتفاوض. الأنظار تتجه اليوم إلى المغرب كراعا لحوار مدعوم من الحكومات الغربية والأمم المتحدة، باعتباره طريقا وحيدا لحل الصراع القائم بين الفرقاء الليبيين. الحوار سيتم بمشاركة كاملة بعد التنسيق المكثف لممثل الأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون خلال زيارته إلى طبرق وطرابلس، وسيجلس على الطاولة الطرف الأول مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا والذي يتخذ من طبرق مقرا له، وأما الطرف الثاني فهو المؤتمر الوطني الليبي العام وهو البرلمان المنتهي ولايته ومقره طرابلس. أما جدول الأعمال فسيتضمن ما يلي: تشكيل حكومة وحدة وطنية بما في ذلك التباحث بشأن رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء المستقبليين، الترتيبات الأمنية لتمهيد الطريق أمام وقف إطلاق نار شامل والانسحاب التدريجي لجميع المجموعات المسلحة من البلدات والمدن، وتدابير لمراقبة الأسلحة وآليات ملائمة للرصد والتنفيذ، واستكمال عملية صياغة الدستور ضمن جداول زمنية واضحة. برنامج العمل يوحي بوجود نقاط للتلاقي بين الأطراف الليبية تهدف لمواجهة خطر الجماعات المتطرفة والحفاظ على وحدة البلاد عن طريق حل سلمي، ويبقى مكان وموعد تسليم السلطات بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب المنتخب نقطة خلاف بينهما، وذلك بعد أن تمكنت قوات فجر ليبيا من السيطرة على العاصمة وتشكيل حكومة موازية. ميدانيا لا يبدو أن الوضع يسير باتجاه الأفضل مع ازدياد حدة الاشتباكات وسقوط المزيد من المناطق في أيدي المتشددين بعدما سيطروا على حقلي الباهي والمبروك النفطيين جنوب شرق ليبيا، وهم يجهزون ربما لاجتياح حقل الظهرة النفطي. لا يفصل وصول المتطرفين إلى أوروبا اليوم غير القليل من الأميال البحرية في مياه البحر المتوسط، وهذا ما بات يشكل كابوسا للدول الأوروبية وخاصة القريبة من سواحل ليبيا، والتي للتذكير فقط كانت من أشد المتحمسين لتغيير شكل البلاد السياسي بحجة الحرية وحقوق الإنسان. فأين هم اليوم والصحراء الليبية تروى بدماء أبنائها؟